في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. برحب بكل حضراتكم من جديد، وبينضم لنا دلوقتي واحد من احسن اللعيبه اللي ظهرت في مركز الباك شمال في تاريخ منتخب مصر، كابتن محمد عماره. كابتن عماره، برحب بيك وسعيد بوجودك معايا، وكان نفسي تبقى موجود معانا من الساعه 8. حبيبي كريم، طبعا اعتذاري للساده المستمعين كلهم وليك. على راسنا والله، غصب عني. انا عارف يعني انه غصب عني، ظروف. لا انا عارف انت راجل، كلمتك واحده وكلمتك سيف. انا عارف والله بس يعني طبعا ان شاء الله جايت احسن يعني اكتر. انا اوعدك ان شاء الله نبقى معاك حلقه من اول. اتفق وحلقه 2 و3. اتفقنا خلاص، اتفقنا على الهوا خلاص. ان شاء الله نعمل عشان اعوض بس الوقت اللي راح مننا. بالظبط، راح مننا ساعه كانت هتبقى فيها كلام حلو، بس خلينا نحاول كده ناخد اكبر قدر ممكن من الكلام. في الفتره الاخيره كان لينا اكتر من حديث انا وانت، وقلت لي انك عندك بعض التحفظات على اداء الاهلي مع موسيماني. ايه يعني شايف الاهلي مع موسيماني ازاي؟ عايزك تقرب المايك سنه بس ليك. طيب كابتن عمار، انت شايف ايه؟ انا شايف الاهلي بيعرف يكسب. انت اهلاوي الاول بس مش ممتع. مش هقول ولا دلوقتي انت محايد؟ اكيد محايد، لازم اقول لك. انا مش هقدر اقول على الهوا طبعا. اي واحد اهلاوي لو سالته، اي واحد اهلاوي ماشي في الشارع لو سالته قلت له النادي الاهلي اداؤه عامل ازاي، مش هيعجبه. موافق، خلي بالك ده اراء الناس كلها. موافق يعني، انا بقول لك موافق. كل مكان هتمشي تقول لك، هقول لك يا كابتن انتوا مالكم النادي الاهلي مال يعني. الحاجات دي كلها يوميه بنسمعها وبنشوفها مع الناس، صح؟ فالناس بتفهم في الكوره، اللي بتحب النادي الاهلي او بتحب المنتخب او الزمالك او بيشجع كوره بيبقى فاهم وعنده وعي ان الفرقه كويسه او وحشه. حلو. انا لما قلت ان موسيماني بالنسبه لي غير مقنع لغايه هذه اللحظه كاداء فني، دي وجهة نظري. انما كنتائج طبعا ما نقدرش نتكلم عليه طبعا. تلت التلاتة كام؟ صح. الراجل واخد بطولة افريقيا، كل حاجة دخلها، خد الكاس، خد الدوري، حتى الدوري اتحسب بس يعني. هو جه والدوري متاخد يعني. بس هو يعني الراجل جاي والخير معاه. عرفته حلوة. فبالتالي النهاردة موسيماني لما بتيجي تشوف التشكيل، يعني احنا لما لعب الماتش الاخير بالتشكيلة اللي لعب بيها قصاد سان داونز، اعتقد ان كلنا كنا راضيين على التشكيله اللي بدات، وقلنا الله ده يعني. خلي بالك لو حصل عكس المتوقع الناس هتقول لك ايه التشكيل اللي انت عامله ده، ماشي؟ انت فاهمني؟ ماشي. انما هو بقى موفق، فضل لغايه اكتر وقت ممكن ما دخلش فيه مرمى هدف، فبالتالي هو نجح في الطريقه اللي هو قفل صح ولعب على الهجمة المرتدة، وقدر ان هو يعدي بالمباراة زي ما هو عاوز. فكلنا اشدنا ان لا ده لعب صح، يعني بيعرف يكسب. هو بيعرف يكسب يعني، وده اللي عمله بطشة كبيرة. ده اللي واضح من لما كان ماسك سان داونز. يعني هو قاعد مع سان داونز تقريبا 8 سنين او 7 سنين. سنين طويلة. فبالتالي خد معاه بطولة افريقيا، خد الدوري اكتر من مرة، خد بطولات كتيرة جدا طبعا. فهو تمرس او بقى عنده خبره في البطولات الافريقيه او المسابقه الافريقيه اللي هي الكبيره، اللي هي البطوله الافريقيه دوري الابطال. فبالتالي النهارده هو لاعب الرجاء ولاعب الوداد ولاعب الزمالك ولاعب الفرق كلها، كل الفرق كبير، صح؟ فبالتالي لما كسب الاهلي 5 دي كانت بالنسبه لنا مفاجاه كبيره جدا. طبعا كانت طبعا صدمه يعني صدمه لينا كلنا. وكان يكسب اكتر كمان يعني كان في فرص في وعمل ماتش فنيا، وعمل ماتش كويس جدا، والفرقه واقفه كويس وفنيا عاليه جدا وتنظيميا ولا يعني بتتكلم على التكتيك بقى الايطالي والمدربين اللي احنا اتفرجنا عليهم زي مورينيو في مثلا البرتغالي او جوارديولا او السير أليس فريكسون قبل كده، يعني لما بتيجي تصنفه في افريقيا لا هو مدرب ناجح. فالنهارده انت بتلعب مع النادي الاهلي او مدرب النادي الاهلي مطالب ان انت دايما بتكسب اداء ونتيجه، ماشي؟ ده اللي احنا ما شفناهوش الفتره الاخيره. بنكسب انما بتعرف تكسب بس الاداء مش حلو طبعا. مش طب هل ممكن تراعي له او تدي له عذر الاجهاد، ولا مش مقتنع بالقصه دي؟ عنده لا ما اقدرش ادي له اي عذر خالص. ده يعني عنده ثلاث ايام، كل ثلاث ايام هو بيشاور على لبن العصفوره اللي الناس بتجيب. بس هو لسه ما جالوش غير والتر بوليا، ماشي اوكي. بس هو النادي الاهلي مش مستني ان هو موسيماني يقول له انت عايز لعيب منين او اجيبه لك فين او كده، ماشي؟ لا النادي الاهلي دايما
مدرب موجود او مش موجود هو بيبقى حريص على ان يبقى عنده احسن لعيبه موجوده في الفريق. حلو. النهارده ما تيجي تشوف يعني ناحيه الشمال هتلاقي علي معلول وتلاقي وحيد وتلاقي قبل كده يعني مين ايمن اشرف كان بيلعب فيها، تلاقي طبعا. ناحيه الشمال احمد فتحي ومحمد هاني قبل كده يعني كل تشكيله كل نار يعني فيها لعيبه في كل حته. بس قصدي انه علشان تحكم صح على المدرب مش لازم يجي من اول السنه يعمل معسكره وتجهيزاته صفقاته. كريم هو باله بس هو جه على قصدي النص يعني ما طلبش حد ما جابش حد. لا هو بص خلي بالك بصمه المدرب بتبان على طول، مش محتاج ان انت تقعد سنه ولا خمس شهور ولا ست شهور، بصمه المدرب بتبان. النهارده ايهاب جلال لما راح الاسماعيلي حاجه تانية، شوف الاسماعيلي بقى فين. جميل. لسه بتكلم عليه. جميل. فلا المدرب حسام حسن لما مسك المصري بصمته بتبان. صح. لما مسك الاتحاد صح. الاتحاد كنا هو والمصري بقالنا سنوات ده بينافس على الهبوط. المصري قبل كابتن حسام او قبل كده بشكل كبير. المصري والاتحاد بقالهم فترات طويله لا بيقول لك لا وضعه في الجدول ما مش هو المصري او الاتحاد. صح. حسام حسن راح عمل بصمة كبيرة جدا. عمل علامة. صح. وخلي بالك يا كريم هو من النوعية اللي بيعرف يعمل فرق. صح. يعني حسام حسن من النوعيات اللي بتعرف تعمل فرق. فتقول لي بصمة المدرب بتبان؟ طبعا بتبان. طب السؤال هنا، الكرة الحلوة اللي موسيماني لعبها مع سان داونز ليه ما بتظهرش مع الاهلي؟ ما هو ده سؤال كل الاهلوية بيسألوه، ليه ما ظهرتش مع الاهلي؟ شوف انا ممكن اقول لك الإجابة هي يعني ملخص الإجابة عشان ألخصها لك. إن المباراة كانت مهمة بالنسبة للنادي الأهلي. ماشي. وعنق زجاجة زي ما بيقولوا. ماشي. ولازم النادي الأهلي يعديها. ماشي. فبالتالي اللعيبة كان تركيزها عالي جدا، بدل ما يبقى اللعيب تركيزه 50 أو 60 أو 70، لا احنا شفنا النهاردة ده ياسر ابراهيم جاب جول ما يجيبوش. بس انا مش بكلمك على سان داونز، بس انا بكلمك طول أنا الفتره اللي فاتت بتاع فريق يعني الماتش. لا يعني قصدي مش الماتش ده بس، انا بتكلم على الفتره اللي فاتت دي كلها. الاهلي ما بيلعبش كوره حلو، هو ما بيلعبش كورته اصلا. بيلعب كوره طويله وحاجات مش متعودين نشوفها مع الاهلي. ليه ما بيلعبش الكوره؟ ليه موسيماني ما بيلعبش الكوره الحلوه دي مع الاهلي رغم ان هو لعبها قبل كده مع سان داونز؟ كوره على الارض، تمريرات سريعه، ضغط عالي، الحاجات اللي اصلا الاهلي جابه عشانها. ليه ما ظهرتش مع الاهلي؟ هل عشان اللعيبه دي مش نفس النوعيه اللي ماشيه مع دماغه؟ لا، هو عنده اللعيبه في كوكتيل كبير موجود في الملعب. ماشي. يعني لو قلنا وليد سليمان نقول الخبره والوقوف على الكوره، لو قلنا حسين الشحات راجل بيعرف يمسك الكوره ويروح على الخط وسريع ويجي من تحت لقدام بشكل قوي جدا. الجزء الامامي محمد شريف طبعا اضافه قويه جدا للنادي الاهلي. مش عايز كلام. الفتره الاخيره النهارده اجاييه انا بشوف ان هو بعيد ووزنه بقى زايد. يعني رجع من الاصابه فعلا وزنه زايد. صح. في لعيبه كريم يعني بتبقى باينه من الوهله الاولى ان هي مؤثره في الفرقه ولا لا. محمد شريف لما خد ماتشات وبقى كويس وبتاع ولعب شفناه بينافس على هداف الدوري. صح. وهداف الفريق بشكل قوي جدا. انا بشوف ان النادي الاهلي محتاج الفتره اللي جايه نوعيات زي الولد اللي اسمه عمار حمدي في اللي طبعا في لازم يرجع من الاعار. صح. احمد عبد القادر من سموحه، معاذ الحناوي حاجه زي كده. مين معاذ الحناوي ده؟ المساك ده كده. لا، في معاذ الولد الصغير اللي بيلعب في الاتحاد اللي راح اعاره برضه. النوعيات اللي هي بتعمل الحلول ولا قصدك احمد عبد القادر سموحه؟ لا 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 لا، في معاذ، في معاذ، معاذ معاذ حاجه ولد صغير عمار حمدي في الاتحاد، وما اعتقدش ان في حد تاني في الاتحاد. ماشي، هنفتكر دلوقتي. اللعيب مميز جدا. ماشي. بشوف ان ده النادي الاهلي محتاج النوعيه دي. النوعيه اللي هي بتبقى عندها حلول فرديه. ماشي. النهارده قصدك فوزي الحناوي. فوزي الحناوي. ماشي. اوكي. ميسي. فوزي الحناوي. أوكي. ميسي. ميسي مسمينه ميسي. لعيب كويس قوي. اشول ولمسته في الكوره كده يعني فيها حلاوه. بتحس ان الكوره لما بتيجي يرجع الاهلي يلعب في الاهلي عادي، يرجع وهيبقى لعيب مميز جدا واللعيبه تساعده. ماشي. اسمه ايه؟ فوزي الحناوي. فوزي الحناوي. معاذ الكبير. معاذ ده اللي في الانتاج برضه ابن الاهلي، هو اللي رابط معاه عشان يعني انا كنت معاه في فتره من فترات، كنت انا مدرب في النادي وهو موجود في الناشئين. صح. ففوزي ده لعيب كويس جدا. احمد ياسر ريان. عمار هايل. احمد ياسر ريان محتاج يرجع بس تديله الثقه يلعب تقول له انت حلو ووحش انت موجود في الملعب. ماشي. كده هتاخد يستحق يبقى اساسي في الاهلي. ياخد فرصه. ماشي.
يعني زي ما مروان شريف وزي ما محمد شريف خد فرصة زي ما شريف خد فرصة النهاردة اسمه ايه بتاع انبي صلاح محسن طبعا النهارده بياخد فرصه وبينزل بيجيب جوال في الفتره الاخيره. عمرو جمال يرجع طيب هايل. عمرو جمال هايل ماشي كويس قوي مع طلع الجيش. عمرو اعاد اكتشاف نفسه بالظبط من وجهه نظري انا صح يعني صح عمرو كان في حته تانية خالص وكان خلاص الناس بدات تقول لا يعني كفايه وبتاع لكن هو النهارده الناس النهارده بينافس على هداف الدوري بيلعب طلع الجيش. يعني انت لو بايدك كابتن عماره خط هجوم النادي الاهلي السنه الجايه يبقى فيه مين من كل اللي موجودين دول في الفرقه ومن كل المعارين بقى؟ انا نفسي خط هجوم النادي الاهلي يبقى فيه نوعيات زي حسام حسن وعماد متعب. طبعا يعني انا كنت بستمتع يعني حسام حسن انا لعبت معاه 10 سنين في المنتخب والنادي. احسن مهاجم جه في تاريخ مصر حسام حسن. يعني انا عن رايي يعني ان هو وكابتن ابراهيم ده احسن مهاجم تسعة جه في تاريخ مصر وده احسن باك يمين جه في تاريخ إبراهيم مصر. لا ابراهيم والله حسن الاثنين اساطير يعني صح الاثنين اساطير بس طبعا في لعيبه نجوم كبيره جت في الحته دي بس حسام حسن عشان انا يعني عشت معاه فتره طويله في الملعب فاقدر احكم ان حسام حسن ملوش تاني يعني هو واحد نسخه واحده بس مفيش زيه صح لغايه هذه اللحظه يعني صح بتفق معاك جدا انا بحلم ان خط هجوم النادي الاهلي يبقى كده يبقى عامل ازاي يعني يبقى مين متعب حسام حسن النوعيات اللي هي الفايتر يعني حسام عندك في سنوات في النادي الاهلي كان بيلعب وجنبه فيليكس كان فيليكس يضغط ويجري وحسام نفس النوعيه وفي ساعات حسام كان يبقى تعبان بس كان يعرف يجيب جول طبعا والعكس صحيح فيليكس برده كان في ساعات كلاعب كبير برده فيليكس طبعا يعني انا يعني الاثنين دول لعبت معهم في النادي الاهلي قبل ما اسافر المانيا في فتره الاحتراف لا فراوده يعني الفرود اللي يعرف يقف في 18 فين وفين ويقطع امتى يقطع وامتى يروح وامتى يجي النوعيات دي انا يعني عشان انا يعني اشتغلت معهم في الملعب وخصوصا بيترجموا شغلي انا طبعا. كباك يعني انا كروس من هنا يطلع يعني انا كنت كباك انا في سنه من سنواتها كريم كنا بنلاعب السنغال في البطوله الافريقيه في كانو في نيجيريا ماشي انا لو قلت لك انا عملت اوفر مثلا يعني واطي جدا من الارض يعني مش كروس باس اللي هو يعني تطلع وحط في دماغك جول لا ده واطي شويه يعني لازم ماشي. لازم تتلعب بالرجل ماشي. حسام حسن وطى بدماغه وجابها جول فبالتالي انا بتصيد يعني انا كباك طبعا بتصيد بيصيد كروس صح باص صح, صح. والكروس شكله حلو بس واطي يعني بس لازم يجي بالرجل حسام جابه بدماغه فعمل شكل للكروس باس طبعا. وعمل شكل ليه هو كهداف فبالتالي النهارده النوعيه المقاتله دي ما بقتش موجوده في فتره اخيره في ملاعب اللعيبه اللي بروح دي مش موجوده يعني انا احمد ياسر ريان ريحه عماد متعب ماشي ريحته في الملعب اللي هو بيعرف يقف فين وانجاله 3-4 فرص ممكن يجيب فرصتين منهم حاجة. ده احمد ياسر ريان ماشي عايزين بقى الفراوده بتاع النادي الاهلي يعني انا في السنوات اللي فاتت دي كلها مفيش فرود في النادي الاهلي بيلعب بدماغه. طب انا اقول لك على الاسامي كلها اللي موجوده دي وانت اختار منهم 3-4 يكملوا يعني اللي موجودين دلوقتي في النادي الاهلي ولا اللي في مصر لا اللي موجودين في النادي الاهلي مروان ومحمد شريف ووالتر بوليا موجودين دلوقتي لا والتر بوليا يطلعه بره يمشي لا يمشي ما اعرفش مين اللي جابه يروح من الحته اللي هو جه منها ما اعرفش ماشي طب اللي من بره بقى عمرو جمال واحمد ياسر ريان وممكن تشتري بقى كمان واحد افريقي فمن خلال الاسامي دي كلها هتعمل ايه الاثنين يرجعوا عمرو جمال واحمد ياسر ريان وتحاول تفرطل ومعهم محمد شريف تفرطل بقى اللي موجودين بقى اللي هم مروان يكمل ولا لا احسن له ايه والله انا بالنسبه لي مروان بحس ان هو مظلوم يعني الولد ده انا بشوف ان هو كفيرويد بيتحرك كويس جدا ماشي. مؤثر جدا في الملعب ماشي. مؤثر بالنسبه للفرقه بالنسبه للفرقه ماشي في ساعات بيجيب جوال حلو قوي بس معدله تهديف ضعيف يا كابتن هو المشكله دلوقتي مع مروان يا كريم في الجماهير ماشي جماهير النادي الاهلي انا قلتها قبل كده من الوهله الاولى كريم خطاب انا بحبه خلاص حبيته خلاص لو ما بحبوش مش هقبل له اي حاجه انا مش هقبل له اي حاجه خلاص هغفل له فهم. يعني انا في ساعات في ماتشات كنت ببقى يعني ببقى عادي وحش انما كان عندي رصيد بالظبط يعني كده في رصيد انا واللعيب اللي عامل رصيد ده حتى لو وحش ماتش اتنين بتشال. عادي الناس تستناه عادي ولا اكنهم شايفينه بالظبط يعني الجماهير ولا اكنها شايفاه بس على عكس بقى علي معلول دلوقتي في النادي الاهلي
عادي جدا لو لعب 3 4 لعب والعلم فعلا قبل الاصابه ما كانش حلو قوي. يعني لو لعب 5 ماتشات ووحش عادي الناس ما في حصاله هو حاطط فيها صح في مروان بقى مش حاطط في الحصاله دي. لا مروان من كتر الفرص ما هو اسعيني الفروت في النادي الاهلي او الانديه الكبيره مطالب ان هو لو جاله فرصتين يجيب منهم فرصه. طبعا مروان حظه سيء يعني في ماتشات كتير جدا بيجيله فرص سهله قوي وبيضيعها. طب دي حظ ولا دي لا سوء تقدير مثلا في الملعب في قله التركيز مثلا. انما ما تقوليش ان هو مش عايز يجيب جول. لا اكيد عايز هو بس عايز انا قصدي بس طبعا مش اي حاجه عايزينها يعني بنقدر نعملها. هو ده الفرق بين الفروت بقى اللي احنا بنقول عليه ان هو من اقل انصاف الفرص بيروح يجيب جول. طب انا مش عارف انا شايف يعني عندي وجهه نظر بس انا عارف انا برضو عندي تحفظ يعني. يا كريم ان المدرب هل المدربين اللي اشتغل معاهم مروان كلهم يعني مش كويسين؟ لا كويسين ده راجل لعب كاس عالم ولعب اولمبياد بس ولعب. هل كان في منافسين في المركز ده وقتها يعني وقت كاس العالم مثلا ما كانش فيه اصلا مصطفى محمد؟ لا ما كانش فيه غير باسم مرسي. ما كانش فيه الا باسم وباسم كان عنده مشكله مع كوبر فكان لازم ياخد مروان صح وكان عنده كوك وهو كانش مقتنع قوي بكوك. طب يبقى حظ مروان حلو وبرده ما استغلش الفرصه معاك. ولعب كاس الامم 2017 بس خلي بالك انا برده مصطفى محمد قبل كاس العالم انا كنت شغال في احدى القنوات الرياضيه اقول اسمها يعني عادي دي ام سي ماشي كنت بحلل الممتاز به اول سنه ماشي وكان هو تاني سنه حللت الدوري الممتاز حلو وكان هو بيلعب في طنطا كان بيلعب في طنطا ماشي وكان عامل شغل كويس. انا قلت ده لازم يلعب كاس عالم انا ساعتها انا في الاستوديو بحلل الدوري الممتاز به وقلت مصطفى يلعب كاس عالم ماشي بس تقريبا مصطفى كان لاعب السنه الثانيه كنت في الدوري الممتاز بحلل الدوري الممتاز كان غالبا لعب بقى في الدوري الممتاز لعب في الدوري الممتاز قلت مصطفى لازم يلعب يعني لازم يروح كاس عالم بس هياخد مهاجم الاهلي ولا ياخد مهاجم نادي صغير؟ انا بالنسبه لي المهاجم اللي يجيب جول معاك بس انا بقول يلعب في البلاستيك بقى يلعب في المحله يلعب في البلديه انا اللي بيجيب جول وبيعرف يجيب جول انا اشيله على راسي. انا رود كرول اللي جالي البلديه من 20 سنه بس انت كنت فرقه نار جالي اتفرج عليا يعني لما عرف ان انا موجود ده كان كنت انا في كنت منتخب اولمبي انا الوحيد اللي كنت في المنتخب الاولمبي في البلديه جاء اتفرج عليا مع ماتش واحد وخدك على طول. ما قعدت معاه فتره طويله جدا فتره المنتخب الاولمبي كلها حوالي 5 سنين ثم بعد كده رحت معاه منتخب اول قعدت معاه 2 سنين فهي اللي بيكسبني فين او اللي هيضيف ليا فين انا هروح له اخر الدنيا. بس ساعات المدربين بيقول لك المهاجم او الحارس بتاع الاهلي والزمالك يختلف عشان الضغط والبرضه طبعا انا يعني هو مش الحارس بس اي لعيب يعني انا نوعيه لعيبه الاهلي والزمالك بيستحملوا بقى خلاص الضغوط والجماهير والبطولات والبتاع يعني انا بعذر اللعيبه اللي بتلعب في الدوري السنوات اللي فاتت دي كلها علشان يعني انا بعذرهم بصراحه. انتوا لسه في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. برحب بحضراتكم من جديد. كابتن محمد عمارة في الاستاد. وكابتن عمارة الدوري شايفه ازاي السنة دي؟ هل اوروبا كلها تقريبا الابطال اتغيروا عن السنه اللي فاتت باستثناء المانيا لكن فرنسا اتغير اسبانيا اتغير انجلترا اتغير اسبانيا قوي اتلتيكو مدريد سيموني انا بحب بتحبه بحب سيموني ومتعاطف مع لويس سواريز جدا متعاطف معاه جدا صح يعني جدا. انا بصراحه تابعت الماتشات الاخيره هو دي قيمه اللاعب الكبير صح وما كانش يمشي اصلا من برشلونه هم غلطوا يعني كومن غلط الحقيقه صح. لكن هل في مصر ممكن نشوف بطل جديد ولا قصه؟ نفسي والله بس صعب. ليه بقى ليه الدوري صعب انه حد يقرب له؟ ليه تجربه مثلا ليستر سيتي في انجلترا اللي هو نادي كده من بعيد قوي يروح دخل واخد الدوري او لايبزيج في المانيا ليه ما فيش الكلام ده في مصر؟ ليه دايما الدنيا مقفوله؟ لا صعب جدا. ليه صعب؟ ليه رغم ظهور بيراميدز وناس تعشمت ان ممكن يبقى فيه بطل؟ انا قلت قبل كده لو بيراميدز قعدوا 100 سنه مش هياخدوا حاجه لو جابوا احسن لعيبه في العالم. ليه انت في مصر النادي الاهلي ونادي الزمالك موضوع يعني كيان موجود
طب ايه مشكله ان انا اخد لعيبه جامده واعمل فرقه حلوه واخد الدوري بيه؟ مش عارف، حاسس ان هي صعبه. ما هو بيراميدز جاب احمد فتحي، جاب كل الناس، جاب رمضان، جاب منتخب مصر يعني، شريف، وجاب علي كله، كو علي جبر، عنده ثلاث تجوان دوليين، وعنده مساكين وكل حاجه، وجاب الشناوي يعني، وجاب لعيب من منتخب اوروجواي، تخيل ديجو فورلان ده طيب ولا حاجه يعني. فين السنه الوحيده اللي كان ليهم شكل لما الولد البرازيلي مش اسمه ايه يعني. كينو. كينو كان هايل، ده اللي كان عاملهم شكل ومكسر الدنيا. اه انا اتمنى يعني، انا كراجل اهلاوي اتمنى ان يبقى فيه منافسه، لان ما يبقى فيه منافسه قويه في الدوري هيبقى عندك منتخب قوي. صح يعني، منتخب بلدك هيبقى قوي. أوه. يعني كابتن حسام البدري يعني لا حول ولا قوه، معذور يعني، يعني ما فيش في فترات طويله قوي بيقعد من غير ما يبقى فيه تجمع، ويبقى فيه مثلا تجانس باللعيبه مع بس ليه الناس بتنتقده جامد يا كابتن عمار؟ هل عشان فنيا يعني جانب فني، ولا علشان مواقف مع نادي الاهلي، وعشان اشتغل في بيراميدز؟ صح كده، هو الناس عشان اشتغل في بيراميدز وعشان ساب النادي الاهلي في يوم من الايام. لا هو الانطباع اللي متاخد عن الكابتن حسام ان هو كشري، انما هو في العكس خالص، في الحقيقه حاجه ثانيه. والله بطلع اقول كده ناس تقول لي يا عم انت بس عشان بتحبه، لا ما عشان ما يعرفوش. انما هو كابتن حسام شخصيه مرحه جدا، انا تعاملت معاه كهو مدرب وانا لعيب في النادي الاهلي. لا يعني حد كويس قوي، بس هو زي ما قلت لك الانطباعات يفكها بس شويه، يضحك شويه مع انه بركات ممكن الدنيا تتوزن يعني، بس ما توزنتش لسه. لكن بشكل عام شايف ان هو معذور. معذور، هو معذور، لان هو الدوري برضو ما بيفرس لعيبه جامده. يعني الاحتكاك عندنا مش قوي. طب يعني ايه اللي قوي؟ ايه اللي قوي الدوري؟ قوي الانديه تبقى عندها امكانيات يعني تبقى في بيراميدز مثلا خمس ست فرق كمان، يبقى عندك خمس ست فرق معاهم فلوس. طب ما انت عندك النهارده سيراميكا كليوباترا معاهم فلوس، بيجيب لعيبه، البنك الاهلي معاه فلوس، يجتهد بس يعني، بس هو نوعيه اللعيبه، سموحه معاهم فلوس، نوعيه اللعيبه في مصر مش كتير جيده كمان. يعني النوعيات الجيده بدات تختفي. طب ليه؟ انت برضو في ايامك كان في كل نادي واحد او اثنين او ثلاثه. لا لا ده انا عدلك. ما انا عارف ده، انت بس يعني كفايه في البلديه، قول لي بس كده، قول لي مثلا في المحله في مين وانا اقول لك. لا انا عارف في البلديه كنت هتلاقي اكرم عم جيه طبعا، واحمد فاروق طبعا، واسامه حامد طبعا، وكابونجا طبعا، ومحمد سمير طبعا، ومش عايز انسى حد عشان ما يزعلوش، طارق السعيد وعصام عبد المنعم ونصر النين ابو محمد النين طبعا. هتروح المحله تلاقي خالد عيد وعبد العظيم، وهتلاقي عظيم الشوره طبعا، وهتلاقي عادل عبد الرحمن طبعا، عادل انا بنسى اسم، مع كان بيلعب ناحيه اليمين، زهايمر بقى كريم ماشي. هتلاقي لعيبه عتاوله كمان يعني في كل حته. في القناه كان فيه في المنصوره، الشهر ده كان هداف الدوري، كان مهاجم، حته مهاجم، كان حته لعيب صح. تروح الاسماعيلي تلاقي عصام عبعال، حمزه الجمل طبعا، بشرعب صمد طبعا، سعفان الصغير طبعا، العجوز الصغير. لا كان في لعيبه، القناه كان فيها، والمصر والمنصوره كان طبعًا فيها، والدنيا كانت مولعه في كل حاجه. تلاقي بقى عتاوله برضو عز الرجال وعز الرجال وايمن محب وايمن محب وابراهيم حسن لا لا كتير، وكناني انت برافو عليك، انت ما انت جيل كريم طبعا. ده الكوره دي انا وقتها انتوا فرقتكم دي من الفرق اللي حببتني في الكوره والله. في تلاقي الاتحاد، تلاقي كرم مرسي، واحمد ساري، تلاقي كاسلام شويه، احلى فتره والله العظيم في الدوري، احلى فتره. هتروح النهارده الانديه تعد، وعد لي في كل فرقه اتنين، اتحداك لو افتكرت اتنين تلاته. لا في انديه ما فيهاش اصلا، في انديه ما فيهاش حد، وفي انديه فيها واحد او اتنين بس. لكن بص احنا عدينا كام واحد في كل فرقه. النهارده عصام الحضري كان بيكلمني في التليفون، هو سعيد بتجربته في سيراميكا كليوباترا، بيقول لي نادي كويس جدا، ونادي فيه امكانيات هايله، وانا مبسوط بتجربتي معاهم. ماشي يعني الحوار خدنا، وانت ازاي خدت القرار؟ انا كنت، هو بيقول كنت في دبي، واتصل بيا معتز البطاوي وكلمه هو وطارق ابو العنين، ورحبوا بي جدا، وقال لك اخد التجربه، وهو سعيد بيها. هو الحضري واخدها محطه للمنتخب بالظبط. يعني انا اتوقع ان المدرب اللي جاي للمنتخب بالنسبه لحراس المرمى يبقى الحضري 99% عصام الحضري، باجتهاده ده ممكن يبقى مدرب كبير، باسمه بتاريخه هو اقرب واحد. احسن حارس مرمى جه في تاريخ مصر؟ يعني لو سالت 10 9 منهم هيقولوا لك كده. بس هل في حراس طبعا في عظماء، انما
بس لو انت سالت الحراس اللي هم الكباتن الكبار في منهم قالوا لي اصلا الحضري اللي مثلوا مصر هقول لك عصام الحضري بالارقام او بالانجازات وكمان بالمستوى بالارقام وبالانجازات وبالمستوى وبالاستمراريه طبعا حضري لعب لغايه 43 سنه انا عندي 46 سنه دلوقتي وجات له فتره كابتن يعني انا الحضري جيل انا مبطل بقالي 17 سنه وهو مبطل بقاله سنتين ولا سنتين كنت بتتكلم فيها كريم لا وبعدين جات له فتره كان واحد من احسن الاجوان في العالم طبعا والله مش في مصر ولا افريقيا صح بتفق معاك انا يعني استقبلته اول ما جه اول ما جه القاهره انا كان جاي عليا انا ماشي جاي المركز الاولمبي كنا قاعدين ما عندنا معسكر وكان حارس المرمى الاساسي للمنتخب مصطفى كامل ماشي جابوا المنتخب لمنتخب الاولمبي مصطفى ماشي. كمال وكان في ممدوح ابراهيم في المقاولين ماشي اسمراني كده ماشي الحضري جه لعب يعني الحضري ما كانش بيقعد معايا الا انا واحمد فاروق يعني ماشي. كان طبعا مجموعه الزمالك والاهلي واخدين جنب هم شله لوحديهم بجد تامر مصطفى المقاولين علي ماهر ترسانة هشام حنفي الاهلي مدحت عبهادي معتم الجمال دول كلهم دول لوبي واحد ماشي. يجي بقى المجموعه بتاع الايه بحري انا واحمد فاروق عصام كان جاي من دمياط فما فيش حد هيستقبله غير اللي بتوع بحري ماشي. فكان يجي يقعد معانا فانا عصام انا واخده من هو لسه لسه ورول وبالشنب وكل حاجه فعصام جيلي ماشي. فانا عصرت نجاحاته من زيرو يعني لغايه ما بطل صح فهو يستحق هذه المكان بتفق معاك طب في مركز الباك شمال ظهر ناس كتيره جدا بعدك لكن قبل اي حاجه محمد عماره بتحط نفسك فين في في في, في, في المركز ده في تاريخ مصر احسن باك ليفت في مصر في تاريخ مصر دي ثقة كبيرة لا ما أرقامي بتقول كده ماشي ومشواري مع المنتخب أنا الحاجة الوحيدة اللي ما لعبتهاش كاس عالم بس وكنت قريبين منها كتير برضه خدت أحسن لعيب في أفريقيا مرتين أعتقد إن ممكن ما يكونش حد خدها ماشي في اللي لعبه خدت كاس الأمم الأفريقية 98 مع المنتخب طبعا لعبت 10 سنين في المنتخب ماشي. الأول وسنين برضه في الأولمبي لعبت خمس بطولات أمم أفريقية لعبت تصفيات كاس عالم مرتين اتنين لعبت دورة العاب أفريقية في زيمبابوي خدتها مع المنتخب الأولمبي ماشي لعبت لي حوالي 6 سنين منتخب ناشئين منتخب أولمبي ماشي فأنا ابن المنتخبات صح فعشان كده أنا متحيز دايما للمنتخب يعني دايما يعني أنا لعبت في نادي الأهلي فترة مش كبيرة فترة قصيرة ماشي بس أنا ما باجي أحسب نفسي بشوف إن أنا يعني لعبت المنتخب مصر كتير طب وفي النادي الاهلي لعبت في البوندسليغا طبعا وده دوري من اقوى الدوريات في العالم مش عايز اكلام وكان صعب وقتها كمان الاحتراف لعبت مع بايرن حوالي 7 مرات او 8 مرات ضد بايرن ميونخ كسبت بايرن ميونخ حوالي مرتين اتنين مره ماشي. في ميونخ ومره على ملعبنا ماشي فلا يعني انا بزعم ان انا الحمد لله مشواري كراجل باك ليفت جه مثل مصر زي كابتن ربيع ياسين واحمد رمزي والعتاوله اللي لعبوا في الحته دي انا دول كباتني طبعا يعني دول الكباتن بس اللي انا اتعلمت منهم انت الافضل في التاريخ لا انا بقول بشوف ان انا يعني بتساوى على الاقل يعني مع النجوم اللي لعبت في الحته دي في تاريخ مصر يعني طب وفي النادي الاهلي باعتبار انا مثلا الاعلى كان احمد رمزي وربيع ياسين على فكره الاثنين جامدين قوي يعني جامدين قوي عشان بس الناس ما تقولكش ده بيقول لا هي في الاخر وفي الاول هي مش عايز اقول حريه بس في الاخر انا بشوف انا ببقى عارف انا فين يعني بالذات لو انا واقعي انا بشوف انا فين انا بشوف نفسي لان انا يعني زي ما قلت لك انا يعني النادي الاهلي محظوظ دايما طول عمره ان هو بيجي في الباكات الشمال بتلاقي ناس مميزه طب مين في الاهلي باعتبار ان هوان الاهلي كان فيه اجانب فمين في الاهلي احسن باك شمال جه في تاريخ الاهلي في الاجانب في عامه المصريين او اجانب يعني كان في الله يرحمه محمد عبد الوهاب طبعا الله يرحمه سيد معوض كان سيد معوض عمل مشوار كويس مع النادي الاهلي والمنتخب جيلبرتو علي معلول طبعا وجيلبرتو جيلبرتو على فكره كان بيلعب قدامي هاف يعني انا جيلبرتو بيلعب باك لما انا مشيت لما انت مشيت هو جه لعب باك شمال بالظبط يعني جيلبرتو لو ماتش 6-1 ماتش الزمالك العوده بعد المانيا هتلاقي جيلبرتو كان بيلعب الشوط الاولاني باك ليفت وانا لعبت الشوط الثاني ماشي يعني هو طلع لقدام فهو طول عمره جيلبرتو كان يعني الفتره اللي انا لعبت في النادي الاهلي كان بيلعب قدامي انت وخلي بالك يا كريم انا جيت في النادي الاهلي وكان في عتاوله بيلعبوا في الحته دي
يعني انا لما جيت انت خدت نادي الاهلي سنه كام يا كابتن عمار؟ 96 97 ماشي. كان عندك مين بقى وقتها؟ كان موجود احمد نخله. احمد نخله من المقاولين كان جاي. كان كابتن اسامه عربي بيلعب ناحيه الشمال طبعا. كان هشام حنفي بيلعب ناحيه الشمال. كان اسامه ياسر ريان كان بيلعب ناحيه الشمال. كابتن مجدي طلبه كان راجع من الاحتراف اليونان بالظبط. فهم سبحان الله يعني زي ما تقول لقوا ضلتهم. هولمان راينر هولمان وكابتن ثابت الله يرحمه كانوا بيحبوني جدا يعني. لما لعبت واثبتت نفسي كانوا هم يعني سبورت ليا جدا. طب يعني تعالى برضو نبدا كده. انت في البلديه ابتديت وتالقت جدا في البلديه. اول عروض جات لك كانت من الاهلي او العرض الزمالك. الزمالك كان الاول وبعدين الزمالك كان عندنا رئيس نادي الله يرحمه كان اسمه عماد خليل ماشي. ده من البشوات اللي هم القدام ماشي. ده كان باشا فعلا حلو يعني. كان من اعيان المحله وكان رئيس بلدية المحله. كان من اعيان المحله ومن بشوات الغربيه. حلو. انا رحت بقى بيته ورحت عزبته وكده شفت وضعه ايه ماشي. وكان مدربك كابتن احمد شعراوي. كان الكابتن احمد شعراوي مدرب ماشي. انا لما جالي عرض الزمالك عماد بيه خليل الله يرحمه كلمني قال لي محمد تعالى لي البيت ماشي. كان البيت بتاعه قدام النادي البلديه. حلو. على طول ماشي. كان له مكتب كده بتطلع السلم تلاقي المكتب على ايدك الشمال. دخلت قعدت معاه. هو كان بيعتبرني كابن ابنه يعني. ماشي. قال لي انت عارف انا بحبك قد ايه وانت من ولادنا وانا عايز مصلحتك ماشي. انا قدامي عرض النادي الزمالك ب 450 الف جنيه ماشي. ده للبلديه للبلديه ماشي. ب 400 الف جنيه ماشي. فيا ابني احنا محتاجين المبلغ ده كنادي واحنا في نفس الوقت عايزين مستقبلك ما تلعب في الزمالك برضو ده طبعا. قلت له اللي حضرتك شايفه انا تحت امر حضرتك ماشي. روحت البيت لقيت المهندس عادل القيعي بعت لي حد البيت ماشي. بيقول لي كابتن عادلي بيسالك انت ليك رغبه تلعب في الاهلي؟ طبعا. العب في الاهلي طبعا. قال لي طب شكرا وراح واخد نفسه ومتكئ على وجاي على القاهره. هو كان من القاهره. كان اسمه احمد الرواس ماشي. كان من كبار محبي الاهلي. حلو. تاني يوم لقيت عماد بيه خليل بيكلمني محمد تعال لي ماشي. فعرفت ان في حاجه. الاهلي بعت عرض. قال لي يا ابني انا عندي عرض بالاهلي والزمالك انت حيرتني اوديك فين. والاهلي بنفس المقابل. لا. اقل. قال لي الاهلي عرضه 450 الف جنيه ماشي. ولما قلت لهم يا ابني شيك مقبول الدفع قالوا لي فورا يبقى عندك ماشي. فانا بخلص يعني ده 400 وده 450 ماشي. الزمالك 400 والاهلي 450. قلت له ماشي اللي حضرتك شايفه. قال لي انت عايز ايه؟ قلت له عايز الاهلي ماشي. مفيش الله يرحمه كابتن سعيد ابو النور وكابتن عادلي. حلو. مفيش. تاني يوم لقيتهم جايين النادي طق طق العقود الدنيا خلصت. قعدنا في البيت عند عماد بيه وخدوا الاستغناء ودفعوا الشيك ماشي. الزمالك بقى يعني جه متاخر شويه ماشي. فلو الزمالك بس كان أنا خلص انا كنت اهلاوي على فكره بس عادي انك تلعب في الزمالك يعني. بس انا لما جالي الزمالك طبعا كان مش عايز اخلي فريق كبير يعني. هتقول لا يعني؟ طب ما هو انت ممكن تقول لا عشان انت اهلاوي بس الاهلي ما جالكش يعني. بتحصل. كنت هروح الزمالك. انا عارف بتحصل. طبعا هم اتاخروا في ما اعرفش ايه السبب. والزمالك والاهلي بقى كان اسرع في القصه دي بقى يعني. وعادي في الفتره دي انه لعيبه اهلاويه تلعب في الزمالك ولعيبه زملكاويه تلعب في الاهلي. مش لازم تقول لي اسامي بس قصدي حصلت يعني وانت عارفهم. كنت بالنسبه لي انا وانا بلعب في البلديه لما يجي لي الزمالك هتروح. هروح طبعا مش عايز اخلي. بس عارف والله. انت تسألك ايه يا كريم معلش؟ يعني في لعيبه زملكاويه لعبت في الاهلي وفي لعيبه اهلاويه في الزمالك. بس صدقني اللي بيلعب لنادي وبيلبس التيشيرت بتاعه خلاص المفروض ان هو ينتمي لهذا. طبعا مش عايز كلام بس قصدي بتحصل يعني انه يبقى لعيب زيك كده لو انت كانت الظروف. بس كنت هتقلب زملكاوي خلاص. طب مش عايز كلام. ما انا عارف يعني ان خلاص ده لقمه عيشك ومكانك وخلاص انا فاهم. بس قصدي حصلت وتعرف ناس كده. تعرف لعيبه كده لعبت هنا ولعبت هنا وهم كانوا العكس من غير ما تقول لي اساميهم. بس قصدي حصلت يعني. لا ما مش فاكر ما يعني معرفش يعني اكرم عميك كان زملكاوي وراح الزمالك وهو بيلعب في البلديه. كان زملكاوي. راح الزمالك. بالظبط. بس عادي لو كان جاله الاهلي ما كانش هيقول طبعا. لا انا قصدي كده. طبعا. السؤال الغريب باعتبار بقى ان احنا ذكرنا البلديه يعني احمد فاروق ده كان لعيب كبير قوي ولا راح اهلي ولا زمالك مع اني كنت سامع في الفتره دي انه كان عنده عروض بره. يعني الاصابه اللي عطلته. يعني احمد جاله رباط صليب. في وقت طبعا كان متالق جدا بشكل يعني. انا كنت سامع عن عروض في هولندا وحاجات كده. وهو احمد من اللعيبه الممتازه. احمد من المواهب اللي هي يعني اللي زي ما بنعد كده نقول رضا بعال وحازم امام اللي هي اللعيبه الحريفه دي. صح
وعبد الستار صبري والنوعيه دي احمد فاروق لازم يتعدي من الناس. صح متفق معاك بس هو ما خدش حظه. ما خدش حظه احمد ما كانش محظوظ طبعا. وبعدين قعدت في الاهلي شويه وبعدين جالك عرض هانزا روست الاهلي ثلاث سنين. بعدين جالك عرض في المانيا ده كان اول عرض ليك بره من خلال كاس الامم الافريقيه اللي كانت في بوركينا فاسو 98 كانوا محتاجين باك ليفت ساعتها. هانزا روست كان ياسر بيلعب هناك فقال للمدرب لو محتاج باك ليفت تابع البطوله ماشي الراجل تابع البطوله بعد البطوله انا واخد احسن لعيب في افريقيا ماشي. في مكاني بالظبط وكنت عامل في منتخب افريقيا من 7 تجوال عامل 4 تجوال اسيست فلازم تتاخد ده كان العرض الوحيد اللي جالك في اوروبا في الوقت ده بس انا بقى اما لعبت سنه في البوندس ليجا جالي هامبورغ وجالي كازلاوتر كان ماسكهم اوتر هاجل كان ماسك كازلاوتر اللي كان بيلعب في هان رمزي وسمير كمونه لعب فيه برضو بس انا يعني كنت حابب روستوك ليه كان ياسر موجود طبعا عملنا اسره هناك يعني انا قعدت سنه هناك ماشي خدت على الجو وخدت على المكان كانوا بيديني اللي انا عايزه اللي طلبته لقيته هناك فليه تمشي يعني ما كانش يعني تغيير مهم قوي يعني انما تجربه انا سعيد بيها جدا وقعدت قد ايه في المانيا قعدت 4 سنين ونص ورجعت على الاهلي لعبت رجعت في نص سيزون يعني جابت 5 ماتشات كان فاضل على الدوري 5 ماتشات ماشي وحصل اي مفاوضات تاني بينك وبين الزمالك في فتره رجوعك من المانيا انا هحكي لك على قصه حلوه قوي كده ماشي الله يرحمه الكابتن صالح سليم قال لي يا ابني احنا محتاجينك ماشي عندك استعداد ترجع وتلعب في النادي الاهلي تاني ماشي طبعا يا كابتن ماشي كان عندك كام سنه بقى لما قال لك الجمله دي كان عندي 29 سنه فكان لسه ممكن تلعب 30 سنه كان لسه ممكن تلعب تاني في اوروبا عادي الكابتن محمود الخطيب اتصل بيا في البيت على تليفون البيت هناك واحنا محتاجينك يا محمد وترجع وكاريرك يبقى موجود في النادي الاهلي كابتن المهندس محمود طاهر كان عضو مجلس اداره ماشي كابتن طارق سليم كان عضو مجلس اداره ماشي فكل الناس دي بتكلمك وانت اصلا بتحب النادي الاهلي واهلاوي وما عندكش مشكله ترجع يعني ما عنديش مشكله ارجع وبعدين انا عقدي خلص ماشي هقول انا عايز كذا وافقوا اوكي ما وافقوش برضو هيبقى في تفاوض ماشي الرقم اللي انا طلبته اللي كنت هجدد بيه هناك خدته هنا ماشي فما لقيتش فيه وانت ما كانش عندك مشكله انك ترجع مصر يعني ما عنديش مشكله انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله يعني دايما اللي بيحب اللي بيحترف بره ده بيحب يكمل لحد ما يبطل بس لو رجع بيا الزمن ما كنتش هرجع ما ده سؤالي بقى هل لو يعني كان ممكن تغير قرارك تكمل لو انا رجع بيا الزمن كنت هاخد قرار غير اللي انا خدته خالص انا خدت قرار بقلبي لعلمك انا غلطتك وقتها انك رجعت مصر انا خدت قرار يا كريم بقلبي يعني بتحب المكان والناس وتقدير يعني المكالمه النادي الاهلي والجماهير والمسؤولين هيبقى ليا مكانه في النادي الاهلي طبعا انما انا ليا مكانه عند جماهير النادي الاهلي انما عند مسؤولين النادي الاهلي انا ماليش مكانه ليه ما اعرفش عشان بتخبط عشان بتقول بتقول انا طلعت معاك في اكتر من برنامج عمرك ما خبطت بس بتقول الحقيقه عمري قلت لفظ لا والله لا قول لا خارج بس هقول لك بس قول الحقيقه هنا في مصر بتعتبر تخبيط والله الكلام اللي هو الواضح من غير فلتره ده انا معاك الناس بتعتبره تخبيط عشان كده دايما الناس بتقول على مثلا كابتن محمد عماره وكابتن اكرام الكبير وفي ناس كده بتقول عليهم ان هم بيخبطوا رغم ان هو ما بيقولش حاجه هو بس ما بيفلترش كلامه كابتن اكرامي بقاله دلوقتي 25 سنه ولا 30 سنه شغال في النادي الاهلي يعني بيخبط او بيتكلم الراجل موجود بس انت هل لمست ده ان انت علاقتك بالمسؤولين مش طبعاً. تمام لا هم انا علاقتي بيهم في فجوه كبيره جدا ابتدت منين ابتدت بوقوفي مع المهندس محمود طاهر في انتخابات اصلا ماشي دي الفجوه كانت موجوده انما بقت واسعه قوي كانت موجوده اصلا ليه كانت موجوده عشان انا صاحب من ساعه ما اعتزلت وانا بطلع بقول رايي بكل وضوح ماشي لكن زادت زادت مع الانتخابات دي زادت مع الانتخابات ان انت مالكش مكان في النادي الاهلي وده انا اسلوب انا يعني زعلك الكلام ده يعني ده اسلوب قديم يعني انا ممكن اختلف مع كريم ولكن كفاءتي ما تخلوش ما يشغلنيش يعني لا يفسد الراي ولا اختلف الراي لا يفسد الود قضيه فانت يعني عادي اختلفنا في حته يعني مش المسانده مش اختلاف مسندة هو يعني انا هي وجهه نظر يعني قصدي مساند لكريم وكريم مساند لفلان فما ليه نبقى اعداء والموضوع خلص يعني الانتخابات خلصت وكل كلامي بعد الانتخابات انا داعم لمجلس الاداره انا سبورت المجلس الاداره ده لان مجلس اداره النادي الاهلي طب
دي بالنسبة لنا حاجة قيمة كبيرة جدا. إنما طبعا ولاد الحلال كتير بقى الزن على الودان بيسخنوا أكتر. ولاد الحلال في النادي الأهلي كتير جدا جدا بيسخنوا بقى ويقعدوا يتكلموا. واحنا في النادي الاهلي المسؤولين الكبار اللي احنا يعني اللي انا عاصرت كابتن حسن وكابتن محمود خطيب وكابتن صالح سليم الله يرحمه يعني ساعات بيعيشوا عشوائي على السمع يعني في ده طبع بني ادمين يعني في بني ادم بيسمع مش محتك بالمجموعه كلها او بالناس كلها فممكن يسمع من راي حد لا محمد عماره لا مش بتاعنا لا 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 فلان لا كويس هاته. طب ايه اللي المفروض يتعمل في موقف زي ده يعني هل منك لكابتن محمود مثلا عشان تصلح لو في اي حاجه في الصوره مش واضحه؟ عمري ما هاخد الخطوه دي بس دي مش مبادره فيها عشان مش الشغل مش عشان الشغل ده عادي عشان العلاقه الطيبه لا هو ما فيش حاجه يعني هو المفروض المبادره تيجي من المسؤول مش من يعني المبادره تيجي لو انت ما انما انا اروح اقول له لا انت زعلان مني ليه يا كابتن وانا عشان انا مش بعمل كده عشان اشتغل ولا اي حاجه بس انا علاقتي بيك من زمان وهي كويسه فانا عارف انها دلوقتي في حاجه لا 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 عمرها صعب في مش عارف انا بحس ان الموقف ده هو كابتن شايلهولي او مش عارف يعني اصلا انا عارف ان في موقف زي ده مع كابتن ضياء السيد ف انا نفس السبب اول ما رجعت قالوا لي كابتن محمود الخطيب عايز يقعد معاك بعد مشواري في الاحتراف لما كنت نازل امضي ماشي طبعا انا كابتن خطيب بالنسبه لي حلم طبعا بس اروح اقعد قدامه ولا اتكلم في فلوس ولا اقدر اتكلم في حاجه فهمضي وانا مغمض ماشي فقلت لا انا اقعد الاول اخلص العقد وبعد كده اروح اسلم على الكابتن ماشي فدي بالنسبه له كانت زعل فدي بقى بدايه زعل منها طبعا زعل جدا دي البدايه وانت كنت عارف انها هتزعله ولا لا ما جاش في دماغك رحمه ابويا لو اعرف ما هعملها طب انا عادي بتعامل فيه تلقائيه عادي يعني بس هي اتاخدت في منطقه ثانيه كابتن عمار خليني اسالك كده اسئله سريعه علشان احنا قدامنا خلاص دقايق الوقت عدى بسرعه جدا الاوقات الحلوه دايما بتعدي بسرعه كابتن عمار لازم مش عايز اكلم لازم 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 اتحاد الكوره اللي جاي مين اللي انسب من وجهه نظرك لرئاسته تقول لي اسماء ولا لا يعني؟ يعني حد طب من الوجوه المعتاده ولا اسم جديد انا نفسي في اسم جديد مين يعني انا بشوف الانسب لو المهندس محمود طاهر ما راحش موافق جدا انتخابات النادي الاهلي انا بشوف ان هو موافق جدا على المهندس محمود طاهر اسم محترم طاهر. وقابلته في روسيا في كاس العالم الحقيقه يعني راقي جدا شخصيه محترمه جدا 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 خلي بالك لما مسك النادي الاهلي يعني برضو عمل فتره طيبه جدا عمل فتره وعمل مش عايز كلام سبع بطولات في 4 سنين وثلاثة دوري وكونفدرالية طبعا مش عايزة كلام مش عايزة كلام حلوة يعني مش عايزة كلام محدش يقدر ابدا يعني يبقى جاحد اللي يقول عليك الفترة يعني انا بشوف المهندس محمود يعني انا اختلفت معاه كتير جدا على فكرة اختلفت معاه يعني كنت مساند ليه في الانتخابات انا اول سنة طلعت وقلت لا في غلط كذا وكذا 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 مين انما هو تقبل هذا النقد فاهم هو شخصية مؤدبة جدا مؤدب جدا بصدر رحب وعلى فكره انا في الاربع سنوات ما كانش لي مكان في النادي الاهلي على فكره في الشغل عشان بس الناس ما اشتغلتش برضو في الاربع سنين بتوع عشان انا ما كنتش عايز اشتغل انا تعرض عليا قطاع الناشئين وقلت لا ماشي. مش هشتغل عشان ما يقولكش ده عشان وقف معاه في انتخابات فبيردها له الفاتوره الانتخابيه لا لا خالص طب مين من لعيبه الكوره شايفه لازم يبقى موجود في اتحاد الكوره هتاخد رايي وليد صلاح الدين طبعا مش عايز اكلم واحد من الناس الفهيمه جدا صلاح الدين مين تاني في لعبة الكرة يعني هو في ناس مشغلة مدربين فمش هينفع بس قصدي اللي يفيد الكرة يعني اشوف الكابتن طاهر ابو زيد يبقى عضو مجلس ادارة ولا ممكن يبقى نائب رئيس مثلا ماشي لو المهندس محمود موجود يبقى نائب رئيس أو, او 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 رئيس اتحاد ماشي يعني ماشي يعني كابتن طاهر رئيس اتحاد يبقى برضه يعني حاجه محترمه جدا جدا مين احسن باك يمين لعب ضدك ابراهيم حسن انت لعبت ضده فين هو في الزمالك وانت في الاهلي وهو في الاهلي وانت في البلديه البلديه لعبت عليه كتير وكنت بستمتع وانا بلعب معاه لانه كان بيبطل كنت بتصيط انا عليه طب ماشي طب مين احسن كان في نهايه مشوار مين احسن اتنين مساكين لعبوا جنبك سمير كمونه
ومحمد يوسف. مين اكتر لعيب حريف لعب ضدك؟ وفي مدحت عبادي مش عايزه كلام وحش برضه. مدحت عبادي وحش برضه طبعا. مين اكتر لعيب حريف لعب ضدك؟ اكتر لعيب حريف حازم امام ومين؟ حازم كان زميلي في المنتخب انما طبعًا. في الزمالك كنا بنلاقي لا حازم لعيب كبير. حازم انت عايز تستمتع بحازم وهو في الملعب انت اقف جنب يعني تبقى زميله او 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 منافس او خصمه يعني. احسن مدرب دربك مين؟ الله يرحمه كابتن وهاب. واحسن مدرب اجنبي اتعاملت معاه؟ رود كرول. كرول مش جوزيه. لا اسوأ مدرب اتعاملت معاه. اسوأ مدرب اتعاملت معاه على المستوى الشخصي يعني. يعني كان في ما بينكم فعلا حاجات لا سيكون فنيا لكن قصدي التعامل عالي جدا. لكن ما بينكم كانت العلاقه وحشه جدا. ليه برضه على السمع يعني هو كان بيسمع لناس بره ان عماره كان بيسمع للكابتن حسام بدري. كابتن حسام ما كانش بيحبك؟ كان بيقول خلاص بقى بطل يا عم انت انت كبرت وحاجات كده. فهو التاني صدق من غير ما يحكم طبعًا. بنفسه ما ساعدنيش يعني. حصل ما بينكم كلاشات خناقات طبعا كتير وكان في حاجات كبيره ولا كلها لا كلها في اطار الادب يعني والاحترام. اختلفنا انت انا مش مقتنع انت خلاص مش مقتنع بيه انا خلاص مش مقتنع بيك انا كمان فاهم انت فاهم ماشي. خليني طب اقول لك اسامي وقول لي رسائل ليها. كابتن محمود الخطيب ربنا يوفقك وكلنا في ظهرك لانك بتمثل كل الاهلاويه. كابتن حسام البدري كابتن حسام البدري انا بحترمه على المستوى الشخصي وبقول له ربنا يوفقك مع المنتخب لانك انت يعني تسلسل طبيعي ان انت كنت تبقى موجود على راس جهاز الفني المنتخب. ياسر رضوان زعلان منه ولا يعني ربنا معايا زعلان منه شويه بس خلاص يعني حسيت انك زعلان منه؟ لا خلاص بجد زعل خلاص بس انا زعلي وقت يعني مش بس يعني انت عارف لما بتيجي حاجه غير متوقعه بتبقى شويه فيها يعني متبقاش متوقع ما عنديش اي مشكله في الاختلاف. ماشي اختلف معايا زي ما انت يعني زي ما تشاء. ماشي بس الحوار ماشي كلمني واجهني يعني الحوار ماشي طبعا بس انا بعذره لانه هو ياسر غلبان ما بعرفش واجه فانا يعني فاهم ده كويس يعني فاهم ده كويس ياسر رايح عشان كده بقول ان هو يعني عدى الموضوع وخلاص صديق عمري يعني فاهم بالظبط وعشره يعني يعني انا مش هقدر استغنى عنه ولا هو يقدر يستغنى عني صح. ياسر ريان ربنا يبارك لك في احمد وربنا يعوضك خير انت عملت حاجه حلوه في حياتك انما هي مش عارف مش عارفها. عبد الستار صبري عبد الستار من احسن لعيبه جت في تاريخ خدش حقه قوي برضه عبد الستار كان لعيب عيب لعيب لعيب برضو تستمتع بيه وانت مش عايزه كلام مش عايزه كلام حسام حسن عبد الستار لعب معايا فتره طويله طبعا حسام حسن حسام حسن حبيبي ماشي حبيبي يعني حط بقى تحتها اي حاجه بقى بعديها. انا مش عارف اشكرك ازاي على وجودك معايا انا عارف ان ظروفك النهارده كانت بايخه وكان ممكن جدا تقول انه يعني خلاص اليوم صعب وحاجات كده فانا مش هبقى موجود ما اقدرش لكن ده زود غلاوتك عندي ما اقدرش ووجودك يعني شرفني ونورتني وسعيد جدا جدا بوجودك معايا حتى لو الوقت قليل بس زي ما وعدتني في اول حلقه ان شاء الله هيكون لنا لقاء تاني. بص اللي معاك النهارده انا جريت جدا وقت. خلي بالك انا كان في مليون حاجه كنت عايز اتكلم معاك فيها اي وقت هتعوزني فيها تلاقيني معاك ان شاء الله ومره تانية بعتذر للسادة خالص عن تأخيري لأنه احنا في مصر بقى يعني الطرق بقى طرق ملهاش يعني اقول لك كتالوج ملهاش كتالوج فبعتذر مرة تانية ان انا على راسنا ونورتنا كابتن عمارة ودايما كده كل التوفيق ان شاء الله. الله يخليك كريم وانا كنت سعيد ان انا موجود معاك وبستمتع بيك دايما بشرف ليا وربنا يوفقك ان شاء الله في كل اللي جاي. شرف ليا كابتن محمد عمارة واحد من نجوم منتخب مصر ونادي الاهلي كان ضيف النهارده في الاستاد. بكره ان شاء الله الاعاده الساعه 1 الظهر على نجوم اف ام تي في ان شاء الله الاثنين اللي جاي قبل دلوقتي بساعتين نبقى معاكم في حلقه جديده دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. سيبكم مع اخر اغنيه كنتم مع في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.